مساء الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا بيكم. معاكم نسمه البغدادي من برنامج ضجه في دي مصر. حلقه النهارده حلقه جميله جدا، حلقه عن الشباب، وهنتكلم عن استخدام الانترنت والايجابيات والسلبيات اللي بيستخدموها الشباب. معانا طبعا زميلي عبد الرحمن سعيد هيتكلم معانا في الحوار ده، لان في حاجات ظهرت مؤخرا كده عايزين نتكلم عنها، وعايزين برضو الشباب والبنات نشوف الايجابيات والسلبيات بتاعه الانترنت. ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ ازيك يا استاذه نسمه؟ انا في البدايه برحب بيكي وارحب مرسي. بالساده المشاهدين اللي منورينا ومشرفينا على قناتنا الجميله، قناتنا الصحه والجمال. في البدايه كده برنامج ضجه طبعا بيرحب بيكم كلكم وبيرحب بالاستاذه نسمه ميرسي، المذيعه ربنا بتاعتنا يخليك الجميله. ربنا يخليك. عايزين بقى نتكلم نتكلم عن الانترنت والايجابيات بتاعته. انت من رأيك الايجابيات بتاعت الانترنت في ايه؟ اكيد اي حاجه موجوده لها ايجابيات ولها سلبيات، اي حاجه في المجتمع لها ايجابيات ولها سلبيات، اكيد. بس الانترنت ايجابياته كتير. انا شايف ايجابياته كتير زي مميزه. ايوه لا، ابحاث، سيرج، تواصل اجتماعي، كوميونيكيشن اللي بيعمله بين المجتمع وبين الافراد، المجتمع كتوتال يعني عادي. لا طبعا الانترنت له فوائد كبيره جدا جدا والفيسبوك جدا. برضو للناس قاعدة 24 ساعة، دي لا من أضرار الإنترنت على فكرة يا جماعة، لأن الفيسبوك إحنا يعتبر مضيعين وقتنا كله. هنتكلم بقى في أضرار الإنترنت أكيد طبعا أكيد. وفوائده وفي كل حاجة. النهاردة إن شاء الله معانا حلقة ممتعة ومميزة جدا مع طبعا. الإعلامية المتألقة نسمة. والإعلامي عبد الرحمن، اتفضل يا أستاذ عبد الرحمن. طبعا زي ما قلنا في البداية فوائد الإنترنت، طبعا الإنترنت له فوائد عظيمة جدا وفوائد كبيرة جدا، محدش يقدر يقول غير كده. أكيد. يعني الواحد مثلا بيرجع كده بالذاكرة مثلا للتسعينات وما قبل التسعينات وما قبل ذلك، ما كانش فيه خالص تواصل اجتماعي الناس بين صح الناس. يعني صح كان حد يروح يزور حد لازم ياخد مواصلة او لازم يبعت جواب، او لو بره مصر جواب. يعني صح انا اتذكر حاجة صغيرة كده بسيطة، انا ليا يعني ناس قرايبي خارج مصر، مقيمين خارج مصر، فكان يبعت جواب يقعد مثلا اسبوع 10 ايام على ما على ما يروح يوصل ويجي. مراسلة. يعني أيوة. مراسله بقى ويروح ويجي، والكتابه بقى، وامي الغاليه صح صح وابويا صح الغالي، بس واخده على بالك؟ فكرة الذكريات دي جميلة جدا والله ممتعه العظيم. يعني أنا دائما في ذكرياتنا جوابات ممتعه. كده من أهالينا بنقعد نقراها، بجد بتحس إن الموضوع يا جماعة إحنا عايزين الحاجات دي ترجع تاني، لأن السوشيال ميديا قرب المسافات. يعني مثلا حد مسافر في السعودية دي أو ميزه، كل دي يوم ميزه يكلم كبيره. مامته على التليفون، دي هتحس إن هو مش بعيد طيب عنها، دي إيجابياته حلوة جدا. دي ميزه، وميزه كبيره كمان، أكيد مفيش اي مشكله. أكيد وله ميزه برضه في العمليات التعليميه، طبعا، يعني لأن الأيام دي بصراحه كمان احنا مستخدمين السوشيال ميديا في التعليم. في التعليم، وبصراحه يعني انا يعني بحيي جدا الوزير وزير التربية التربيه والتعليم والتعليم طبعا تحية طبعا طبعا كبيرة ليه. تحيه، لان هو فعلا بجد يعني نقل التعليم المصري من مرحله القلم صح لمرحله السوشيال ميديا صح ومرحله النت والكوميونيكيشن احنا في عصر والاعلام. الإنترنت طبعا. طبعا اكيد طبعا. لا هو الوزير طارق شوقي تحيه كبيره له، لان أكيد هو طبعا، نقل الاعلام ونقل التربيه والتعليم من مرحله لمرحله وخاصة استبات للأطفال كمان. للبنات في ده المدارس اكيد الثانوية والكلام ده كله. طبعا طبعا. لا والامتحانات بقى دلوقتي عليه طبعا، بيتهيألي، كله والأبحاث على وكل التام حاجة. وكل حاجه دلوقتي على النت، وان شاء الله الخطوه الجايه طبعا باذن الله هتتعمم في الجامعات كمان. أكيد يعني الجامعات كمان. لا انا يعني الـ الانترنت فوائده مميزه. وانت عارف برضو لو حد عايز يفسر حلمه ولا حاجة يخش على الانترنت يكتب تفسير حوار احلام. التفسير الاحلام ده مهم ايوه قوي معاكي. جدا. انا بس لو حلمت حلم اخش على تفسير الاحلام اعرف منه، دي فايدة كبيرة جدا انا بحبها. لو عايزين طبخة نخش على الانترنت، لا صح ولا بالنسبه لا؟ للسيدات، السيدات التطور التكنولوجي للسيدات عموما يعني ساهم كبير معاهم. مش وبرضه الفيسبوك برضه ليه عامل ان هو مثلا ايه دلوقتي برضه في حته معينه الناس ما عادتش بتزور حد. بمعنى انا لقيته مثلا منزل على الفيس فرحان النهارده قوي، او عنده مناسبه حلوه نازل الف مبروك وما اعرفش ايه. كان الاول ايام زمان يخبطوا ازيك وعامل ايه وياخدوا ورد وشوكليت ويروحوا ويهنوا ويباركوا. تمام. دلوقتي الناس طبعا مكسله، فدي برضه من السلبيات بتاعه الانترنت طبعا، اللي هي دي برضه بنشوفها من الحته دي برضه يعني قافله علينا التواصل الاجتماعي. في ناس بتشوفها سلبيات وفي ناس بتشوفها ايجابيات. يعني عشان برضه نكون منصفين، بمعنى انت لما تكون من بلد بره، بعيد عن بلدك وعايز تتواصل، بطبيعي ايجابي اللي انت تتفع بالتليفون، تتصل ما هم بحد بتاع. بيكتفوا بكومنت او لايك، دي حته طيب المشكله. دي حاجه كويسه. لكن تبقى غير كويسه لما انت تبقى في بلدك
او ممكن يكون جارك او اخوك او قريبك وما تحصلش بينكم وبين بعض يعني، او فعلا في واجب ما ينفعش يعني. بصوا في واجبات كده ما ينفعش ان احنا ناخدها بكومنت او لايك او حد عنده حاله وفاه ومثلا نكتفي ببقاء لله او كلام ده. لا طبعا في واجبات لازم نعملها بعيدا عن السوشيال ميديا طبيعي. الكومنت لان برضو هيشوفوا او الكلام ده كله، بس طبيعي لازم يا جماعه نروح ونزور بعض. ما دي من السلبيات اللي انا بتكلم عنها. يعني هي لها جانب سلبي ولها جانب ايجابي. هو الجانب الايجابي لما انا ابقى خارج مثلا بلدي وعايز اواسي حد، بدل ما لسه هبعت له جواب ويقعد اسبوع واتنين، طبعا ما جانب سلبي. لكن دلوقتي في ثانيه بقى جانب ايجابي. اي حاجه السوشيال ميديا لها جانب سلبي ولها جانب ايجابي. نتكلم على السلبيات، نتكلم بقى على السلبيات. خلصنا كده الجوانب الايجابيه. بمناسبه الجانب السلبيه، انا هتذكر بوست قريته يمكن من 100 يومين كده، فبيقول انا بهني وببارك وبعمل كل حاجه وانا قاعد في بيتي طبيعي يعني اكيد البوست انتوا كلكم عارفينه ومشهور يعني. فهو سلبياته طبعا كتير، اكيد له سلبيات كتيره طبعا. شائعات ترويج الشائعات. انا نسيت في الايجابيات برضو اقول اللي السوشيال ميديا برضو قرب الناس ببعض وعمل برضو فيه هنا بوينت مهمه جدا لازم الناس تاخد بالها منها، اللي هو الاهتمام بالمعلومه. يعني في بعض الناس وناس كتيره اتثقفت من خلال الانترنت. ده في الفوائد طبعا. لا اتثقفت من خلاله. يعني انا اعرف ناس كتيره اتثقفت من خلاله، بقى عندها طبعا بقى عندها كميه معلومات وكميه ثقافه. في ناس بيخش يقرا قصص من جوه على الانترنت. يعني الانترنت فوائده كبيره، بس انا وعمليه الشائعات برضو، اللي هي موجهه حاليا. الشائعات دي موجهه جدا ضد الدوله المصريه وضد الحكومه. الشائعات دي كتيره. صح. دي ضمن الحاجات الايجابيه اللي الفيسبوك بيحاربها اكيد، وطبعا السوشيال ميديا عموما اكيد عايزين برضو اضراره بقى حدث ولا حرج يعني. ايوه اضراره حدث ولا حرج. اول امبارح او امبارح شفت كده تطبيق اسمه التليجرام. أوه. كل الناس بتتكلم عنه وبيقول لك ايه لو حد عايز مثلا، معلش هو دي من الجانب السلبي. طبعا سلبي. ان هو مثلا حد في مواصله او حاجه وعايز مثلا ياخد رقم اللي جنبها يشغل التليجرام ويعمل لوكيشن كده مع بعض لا طبعا لا طبعا. هو بيقول ان الاستاذ عبد الرحمن كان التطبيق ده قديم، بس دي شائعه دلوقتي لو ما حدش عرفه هيعمله. يعني انا خصوصا في الفتره دي. طبعا يعني انا عايز اقول لك حاجه. التطبيق ده مثلا معايا بقى لي سنتين ثلاثه. وانا شغاله برضو عليه كتسويق كويس جدا. برنامج كويس كل حاجه، بس يعني الفكره هو بص هي الفكره ترجع في الاول في الاخر يعني للشخص. للشخص ذات نفسه. هو انت استخدمته كويس او استخدمته بطريقه سيئه. انا عملته، اختي عملته، فلقيت فعلا جاي بالناس جيراني كلهم انا ما اعرفهمش. ايه الناس دي؟ طب وريني كده لو حد يخش منين ازاي يتواصلوا معايا. طب وريني كده اضغط كده مثلا اعمل، تقولي اوعي تضغطي مش عارفه ايه. طب ايه ده؟ دول جم منين دول؟ اتاري بقى فعلا كان عامل الموضوع ده ضجه على السوشيال ميديا. ويا جماعه مش اي حاجه تعمل ضجه على السوشيال ميديا ناخدها استخدام خاطئ. احنا بنتكلم عليها، ما حدش يعرف ان التليجرام ده خلاص. ده انا هعرف اخد رقم واحد جنبي ولا في الجامعه ولا انزل يوم خميس اخر شباب بقى يعني بلاش الشباب بلاش الحركات دي بقى خلاص يعني. انت ولا يعني كده ما ينفعش خلاص بقى. انت كده عرفتوا التليجرام وهلاقي انا عارف من بكره. احنا والله كدورنا كاعلام ان احنا بنوجه رساله للشباب، يا جماعه بلاش نستخدم التطبيق ده استخدام سيء. كمان اولا حرام، دي اول حاجه. ثانيا ان هو تطبيق مش اي حد يروج اشاعه التليجرام. واحد صاحبه خش حمله يلا عشان نشوف ايه ونقعد نكلم ده ونكلم ده. ده طبعا استخدام سيء. استخدمه استخدام كويس جدا اكيد طبعا. وبعدين كميه بقى انت عارفه الشباب برضو في بعض الشباب يعني عندهم بعض الفراغ. صح. قاعدين بقى على النت فاضيين بقى قاعدين فعلا مفيش يعني بقى جيل يعني لسه مش مدرك الحياه بشكل كبير. فبيبقى الفكره كلها اللي هو يخش بقى يحمل برنامج. صح. وينزل الارقام وممكن بقى يعمل شير للارقام. صح. ممكن بقى هو مثلا بقى انا نزلت البرنامج وعايز مثلا رقم واحده، الواحده دي مثلا مش عايزه تتواصل معايا حتى صورتها. او مش عايزه تتواصل معايا، اسمها موجود مش عايزه تتواصل معايا، طب اعمل ايه؟ ما انا عايز اضايقها او مش هي رقمها على الفيس مثلا. وانا شفت يعني اضرار خطيره يا جماعه. يعني لازم ناخد بالنا ولازم اولياء الامور ياخدوا بالهم من الحته دي كويس جدا جدا جدا. لازم يبقى في رقابه في البيت. الأهل. رقابه في البيت على الموضوع ده جدا، لان الموضوع دوت هيوصلنا باضرار كبيره. فبلاش أكيد. من البدايه كده يعني
يعني بحاول كنترول يعني. معانا مداخلة رائعة تمام. من الأستاذ أسعد حسن، عضو المنتدى المصري للإعلام ومنتدى الرأي الآخر، اتفضل يا فندم. أستاذ أسعد. ومقدم برنامج ألو. الرأي الآخر، اتفضل. ألو. ألو، ازيك يا فندم؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، منورنا ببرنامج ضجة في السلام عليكم. عليكم السلام، السلام اتفضل. ورحمة الله وبركاته. اتفضل مساء الخير عليكم وعلى برنامجكم المحترم، برنامج ضجة. ميرسي ميرسي. مساء الخير طبعا على زميلي طبعا الإعلامي عبد الرحمن. حبيبي حبيبي الأستاذة أستاذ أسعد. نسمة. ربنا يخليك. الحقيقة إحنا الشارع المصري طبعا يتعطش إلى تلك الموضوعات. طبعا. الموضوعات اللي هي بننوه للشارع المصري عن مدى ايجابيات وسلبيات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والانترنت، لان ده اصبح طبعا ضروره فعاله كبيره في المجتمع. الكل طبعا يستخدم طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا للتعارف، في التجاره، لاعمال كثيره. صح. ولكن يؤسفنا طبعا ان احنا نتكلم عن سلبيات السوشيال ميديا اللي هي متمثله طبعا يعني سوء الاخلاقيات. صح. استخدام السوشيال ميديا لعدم الاستخدام الصحيح ليها، زي ما اتكلم طبعا في بدايه البرنامج زميلي الاستاذ عبد الرحمن، واتكلمت حضرتك طبعا في الاول عن سلبيات السوشيال ميديا وعن ايجابيات السوشيال ميديا. والحقيقه دورنا كاعلاميين ودور برنامج ضجه وبرنامج هي دي مصر او الدكتور ايمن الشرقاوي، احنا نحاول طبعا نوصل للمجتمع الموضوعات اللي هي بتهم الشارع المصري، طبعا هي بتتكلم عن نهاض ونبض الشارع المصري. الحقيقه برضو من خلال موقعي كعضو المنتدى المصري للاعلام، احنا طبعا في ظل جائحه كورونا، فجائحه كورونا طبعا لها تاثير سلبي. طب ممكن على تاثير نفسي وسلبي. ممكن معذره ثانيه يا استاذ المشاور، بس هنطلع فاصل صغير، نطلع فاصل ونكمل مع حضرتك. موضوع السوشيال ميديا من الإيجابيات والسلبيات. طبعا احنا حلقتنا جميلة جدا، هنكمل كلامنا. أنا سعيد على الإيجابيات معك. بصراحة والله. ربنا يخليك. تفضلي. عايزين بقى طب عايزين بقى نكمل المداخلة بتاعتنا مع أستاذ أسعد حسن، اتفضل. طبعا. سامعيني كده يا فندم؟ معلش احنا أيوة. بنتأسف والله، معلش. الو؟ ايوه. طيب يا فندم، انا بتكلم مع حضراتكم باعتباري طبعا عضو في المنتدى المصري للاعلام. تمام. الحقيقه احنا في جائحه كورونا طبعا دور الاعلام الايجابي وليس دور الاعلام السلبي، وده مهمتنا احنا كاعلاميين من خلال طبعا حضرتك والاستاذ عبد الرحمن الزميل الفاضل والدكتور ايمن الشرقاوي، برنامج هي دي مصر. بس اللي انا عايز انوه عنه ان شاء الله يعني غدا برعايه طبعا الوزير اللواء طارق المهدي، المنتدى المصري للاعلام هينظم صالون ثقافي. الصالون الثقافي ده بيتكلم عن جائحه كورونا. تمام. وتاثيرها نفسيا واعلاميا، وده من خلال المنتدى والصالون الثقافي المقام بمقر المنتدى. بس اللي انا عايز انوه عليه قبل ما اقفل مع حضراتكم ان انا يعني بسعى مع حضراتكم برنامج ضجه ومع برنامج الراي الاخر ان احنا نعمل ميكس لبرنامج بين الناس، وان احنا نحاول ان احنا نكون وسطيكم يعني تدونا المساحه يعني. اكيد طبعا، اكيد طبعا، سعداء 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 بيك طبعا اصلا وبالمداخله يعني الجميله بتاعت حضرتك. طبعا حضرتك نورتنا اصلا. طبعا طبعا يا دكتور اسعد، طبعا ده شيء يشرفنا طبعا. في نهايه حديثي طبعا اشكر حضراتكم على المداخله. حبيبي تسلم يا استاذ المستشار، تسلم. اشكر الاستاذه نسمه، اشكر الدكتور ايمن الشراوي. ربنا يخليك. بنشكر حضرتك على المداخله الجميله ديت، ونورتنا يا سياده المستشار، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى باذن الله مع حضرتك. اكيد طبعا، ان شاء الله يا فندم. اكيد طبعا، اكيد شرفتنا يا سياده المستشار. اكيد. عايزين بقى ايه نكمل كلامنا. كمل بقى. عايزين بقى نتكلم عن اللي هي احنا قلنا ايه السلبيات بتاعه الانترنت. حصل تنمر، دي مشكله الانترنت في التنمر، حاجه سيئه جدا. حصل تنمر. هي مش مشكله الانترنت في البدايه، او هي مشكلتنا احنا. ما هي مشكلة الناس اللي بيستخدموه بطريقة يعني سلبية. يعني 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 أنا بلاحظ برضو بعض الشباب، ألاقي فيه مثلا شباب في سن صغير شايل قاعد على السوشيال ميديا وقاعد على النت، لسه في سن صغير هو ما يدركش حجم ويقعد يركبوا كوميكس كده على حاجات على كومنتات طبعا سخيفة. يا جماعة ما تقدروش إن الحاجات دي تأثر علينا يعني. بتأثر جامد طبعاً. جامد جامد على الشخصيات العامة بالذات طبعا. يعني أي
نجم مشهور، فنان، لعيب كوره، حصلت مع سياسي، الحاجات دي بتاثر معاه جامد، اعلامي، الحاجات دي بتاثر مع الناس جامد جدا يعني في البدايه. بس انا عايز اقول طبعا فكره التنمر اصلا فكره سيئه، اكيد فكره ان سيئه، انا اسخر من ولازم حد او اتريق على حد ده ما عيب، ينفعش. عيب ده كبير يعني، عيب هو بصراحة. الاديان كلها صح حرمت حاجه زي كده، صح انا ازاي كبني ادم اسمح بكده؟ انا طبعا. ازاي يعني؟ احنا كلنا شفنا وبرضه عاصرنا الواقعه اللي حصلت بعد ماتش الاهلي والزمالك الاخير. تنمر على شيكابالا طبعا التنمر على اللاعب الكبير شيكابالا، اللي ما ينفعش انا بعتبر ده شيء سيء جدا يعني، طبعا، رغم ان ويروح شيكابالا المقابر موهبه. ويعملوا حاجات كده طبعا مش ليه ليه رغم ان ليه، شيكابالا، خلينا نتفق او نختلف، هو موهبه مصريه اكيد رائعه اكيد رائعه اكيد، ومميزه جدا، ولاعب بس ممتاز جدا جدا وعلى فكره شيكابالا من اللعيبه انا اعرفه على المستوى الشخصي يعني، من اللعيبه المؤدبه جدا بقى جدا، والخلوق شفت قوي في شفت فعلا والهادي، في فيديوهات والهادي منزلينه. جدا والخجول، ويعني مش بقى مش اللعيب العنيف بقى القوي اللي بيقول ويتكلم ويرد. لكن في الاخر هو عمل ايه شيكابالا بعد ما الكلام ده حصل؟ هو تنازل عن المحضر عشان ما يأذيش حد، عشان ما يأذيش اطفال صغيرين، رغم ان هم لان طبعا هم مش عملوا، مدركين. واحد مش صور مدرك، بالفيديو، يلا يا مش جماعه نصور الفيديو ونرفعه على السوشيال يعني ميديا، وكل واحد ياخد الفيديو يشيره ومش عارفه ايه طبعا وتنمر، ويفضل الفيديو الفيديو موجود. طب حرام، انت ما تعرفش نفسيته اثرت عليه ازاي، يعني او على اولاده اسرته كمان واسرته. لا ما وعيلته ينفعش، دي السلبيات طبعا اللي احنا بنتكلم عنها، دي السلبيات يا جماعه، ما كتير. ينفعش خالص ان احنا نعمل حاجه زي كده. بس انا عايز انوه لحاجه برضو صغيره، هي مش في مصر بس يعني. يمكن احنا شفنا واقعه الاسبوع اللي فات تقريبا، الاسبوع اللي فات في دوري ابطال اوروبا برضو نفس الفكره، برضو مدرب حكم اتنمر بيه برضو بلفظ خارج برضو. فهي الفكره بص على مستوى العالم، مستوى دول العالم مش على مصر بس بس. صح لا طبعا مش صح على مصر بس، عشان برضو ما نتجناش علينا احنا، نقول اكيد. احنا بس اللي عندنا ناس وحشه، لا ده بره عندهم حلوين وكويسين لا والكلام ده، طبعا، لا السيء في كويس كل في كل دول الدنيا، العالم، في والمحترم كل دول. كويس ولا وكان هوا كمان، كان ماتش بيتذاع، والحكم تقريبا كان الحكم على ما اتذكر يعني تنمر بالمدرب بتاع الفريق الاخر يعني. فهي في كل دول العالم، بس طبعا احنا بنحارب الظاهره، ظاهره سيئه بالمره، وننصح الاهالي دايما تراعي الفرق الاختلاف دوت. ما اختلف ليه يعني؟ هو ما اختلاف ده شيء سيء جدا يعني، اكيد. على وعايزين لون برضو ايه ولا على صح، ونتكلم برضو شيء على سيء حتة طبعا. موضوع كده برضو كان قيمة يومين او اسبوع، عن اللي اسمها استاذة سلمى الشيمي، اللي هي اتصورت برضو بطريقة يعني، انتي رايحة الاهرامات بتتصوري بشكل مش ده نودي حضارتنا او نبين حضارتنا، معلش يعني بالاسلوب اللي انتي اتصورت بيه ده ما ينفعش. ان في بنات كتير ممكن تلبسي حاجة محترمة وتتصوري وتبيني الحضارة بتاعتنا، انما انت كده بتتصوري بمنظر غير لائق طبعا، حتى للستات المصريه. انت كده ده طبعا ما ينفع. وخدوا الصور ونزلوها على السوشيال ده ميديا، عملت وفي يا ناس جماعه، اتنمرت لا برضو عليها، ده وفي ناس السوشيال، يا ريت يا ريت يا ريت الفكره لا وتعرضت وصلت، لمضايقات واتحبست. لا ليه 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 تستخدم، ليه تمشي بالطريق ده؟ الموضوع خد بروباجندا اكتر من حجمه. كتير، والصور بتاعتها برضو مش كويسه خالص، بصرف النظر عن الصور واللبس بتاعتها، بتاعها برضو بصرف النظر عن ما لبسها ينفعش. او كاحنا صورها، مسلمين برضو، انت ايه؟ احنا هنا اللي عملنا البروباجندا، الاعلام او السوشيال ميديا بتاعنا اللي عملوا بروباجندا لما الصورة كبيره بتاعتها قوي. تنزل وتاخد 2000 كومنت، ايه طب ليه 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 يعني؟ صفحتها بعد ما اتشهرت لا بقت زادت، بقت 500 ألف و600، ليه؟ ده احنا اللي بندي الفيموس للناس يا جماعة، طبعا احنا اللي طبعا بنطلعهم ترند وبنركبهم الموجة، دي كمان. مشكلة السوشيال ميديا. لا هي طبعا لها اضرار، بس هي المشكله على فكره مش كانت عشان كده كمان، ده المشكله كمان اللي في صحف خارجيه اتكلمت عنها طبعا، ما اكيد طبعا. يعني، في صحف المانيه اتكلمت عنها، في صحف انجليزيه اتكلمت عنها، في صحف فرنسيه اتكلمت عنها، وامريكيه كمان اتكلمت عنها. ازاي انتوا بتكلموا واحده كده عشان لابسه ومش لابسه؟ فاحنا ما كده ماشي، كل واحد ليه حرية، بس احنا احنا اديناهم كبلد مسلمين. لا احنا اديناهم انطباع خارجي اللي احنا بنحارب حاجه زي كده. احنا المفروض كنا عاقبناها وما كناش خليناها فيمس قوي زي ما انت قلتي، احنا نجمناها اي بالمعنى بناها ترند صح، نجمناها كده، خليناها حاجه ايه، واو بقى سلمى الشيمي، سلمى الشيمي، وده اكبر دليل احنا بنتكلم عنها في البرنامج هنا طبعا، في لان الحلقه. الموضوع ده على فكره خد ضجه كبيره جدا في الاسبوعين اللي فاتوا، وبالتالي كل ما افتح الفيس الاقي صورتها قدامي، وهرم وعامله لي كده وبتاع. برضه ما ينفعش يا جماعه، احنا كمسلمين ده لبس، وانت دخلتي بتقولي ان هي دخلت هي الهرم لابسه عبايه ودخلت، الفكره طب مش ايه؟ مسلمين ولا غير مسلمين، الفكره اللي ده يتنافى مع الحضاره بتاعتنا ومع طبعا ثقافتنا. طبعا احنا لنا ثقافه ولنا حضاره ولنا تاريخ لازم نحترمه،
طب ما في بنات بعدها راحوا اتصوروا بلبس حلو وجميل وكانوا حلوين جدا. اكيد حضرات، في حضرات كتيره ما حدش بيعمل كده ليه، وتعرضت للتنمر. في حضرات كتيره موجوده على 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 المستوى العالم ما حدش فيهم بيعمل كده خالص. اشمعنى احنا يعني اللي بنعمل كده مع نفسنا يا جماعه؟ أكيد. احنا بنقلل نفسنا ليه؟ صح. احنا الحضاره المصريه افضل حضاره في مستوى التاريخ، 7000 سنه. 7000 سنه ده العالم طبعاً. كله بيفتخر بالحضاره بتاعتنا المصريه. اكيد طبعا طبعا. وتشرفت باللقاء بتاعك بصراحه، اللقاء كان جميل جدا. اتكلمنا عن السوشيال ميديا بايجابياته بسلبياته بكل الحاجات اللي بتحصل على السوشيال ميديا. بجد برنامج ضجه شاف تعليقات كتير. طبعا طبعا. ومواضيع مهمه. طبعا كنت سعيد جدا معاك النهارده. طبعا الحلقة جميلة جدا وممتعة وشيقة، واتمنى تنول اعجابكم. اكيد ان شاء الله. وسعيد جدا تاني، وبكرر شكري وتهنئتي بالاستاذة نسمة الاعلامية الخلوقة والدكتور ايمن شوقي الرعاية للبرنامج بتاعنا. و باذن الله وانتظرونا ان شاء الله فقرة مواهب فهي دي مصر.